مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم. موعد وتوقيت مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 23 من الدور الإسباني لليغا. إذن تشاهدون في هذا الفيديو الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة وأبرز غيابات الفريقين. بالنسبة لسجل المباريات بين الفريقين، آخر خمس مباريات بين برشلونة وألافيس، تعادل مرتان وثلاث انتصارات لفريق برشلونة ولا انتصار لفريق ألافيس. وتبقى أهم غيابات فريق ألافيس: ألكسندر سيديلار وأنطوني غورو سابيل، غيابات مهمة في صفوف فريق ألافيس. أما بالنسبة لغيابات فريق برشلونة، رافينيا دياز وسيرجي روبرتو وحارس تيري شتايغن. كتبقى هذه ثلاث غيابات مهمة في صفوف فريق برشلونة. أما بالنسبة للترتيب الفريقين، فريق برشلونة يحتل المركز الرابع 47 نقطة، فريق ألافيس يحتل المركز 11 ب26 نقطة و22 مباراة لكل فريق. موعد وتوقيت مباراة برشلونة ضد ألافيس مساء اليوم السبت 3 فبراير 2024. وتنطلق المباراة ابتداء من الساعة 6:30 بالتوقيت المغربي، 7:30 بالتوقيت المصري، و8:30 بالتوقيت السعودي. أما بالنسبة لاحتمال الفوز في هذه المباراة، ألافيس 23% يفوز، 25% تعادل الفريقان، و52% فوز فريق برشلونة. أما بالنسبة لقنوات النقل للمباراة، إن شاء الله قنوات بي إن سبورت ناقل حصري للدوري الإسباني. بالنسبة لملعب المباراة، ملعب ميندي زو روتزا سيحتضن المباراة.